صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كافل المختار خير الخلق فخر الكائنات وأبو الاثني عشر من بعده خير الهدى جددوا العهد بعم المصطفى رمز الوفاء وإلى وإلى المولى أبي طالب نهدي الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هدية إلى أروح سيدنا ومولانا أبي الأئمة الاثني عشر عم رسول الله وكافل رسول الله مؤمني قريش سيدي ومولاي أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقوة التفكير
ربما نتمكن أن نقول هو الكائن الوحيد في جميع المخلوقات الذي زوده الله بقوة التفكير مع تفصيل كيف يميز الخير من الشر، كيف يميز الحق من الباطل، بل خلينا نقول بالأحرى كيف يميز المنافع من المضار. هذا الإنسان عنده قوة جبارة، طاقة جبارة، هاي طاقة التفكير. ولكن هل قوة التفكير تكون محرك في حياة الإنسان؟ الجواب لا. كثير من الناس يقدم على أعمال عنده قوة التفكير ولكن متقاعس، تشوف إذا يعمل، إذا يكدح، إذا يشتغل يتقدم. طالب إذا يفكر يدرس، ومن رام العلا سهر الليالي، ولكن ما يدرس، مع ما تقول إذا ما تدرس ممكن ترسب، ممكن تتأخر، مو مهم عنده. يعني عنده قوة التفكير ولكن تنفيذ هذه القوة ما عنده. الله سبحانه وتعالى من فيضه وكرمه زاد الإنسان بقوة ثانية محركة لقوة التفكير. هذه القوة تعرف بقوة العواطف، قوة الرحمة، قوة العاطفة، قوة الشفقة. هذه القوة تصير سبب أن الإنسان ينفذ ما يفكر. يعني أفرض أكو إنسان ما يروح للدوام، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه العاطفة، لمن يشوف أولاده محتاجين، لمن يشوف أهله محتاجين، لا هنا هاي القوة تصير السبب أن ينفذ ما يفكر ويكدح ويهيئ لهم لقمة الحلال. الذي روايات عجيبة هنا عندنا الكاسب حبيب الله، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هيئ لقمة الحلال لأهله أجره كأجر المجاهد في سبيل الله، درهم من حلال خير عند الله سبحانه وتعالى من ألفي درهم. روايات عجيبة في هذا المجال أن الإنسان الذي يستخدم طاقة الشفقة العواطف يصير هذه الطاقة تحرك قوة التفكير. هاي كمقدمة مختصرة للبحث. زين، الله سبحانه وتعالى جعل خلقة الإنسان خلقة مدنية، يعني ما يتمكن الإنسان أن يعيش لوحده، وإذا أراد أن يعيش لوحده غير ممكن أن يوفر جميع ما يحتاج. تشوفون احنا كل واحد محتاج للثاني، ما يتمكن واحد هو يصير خياط، هو يصير نجار، هو يصير حداد، هو يصير حلاق، هو يصير بزاز، لا، الأعمال تتقسم، فالحداد يحتاج للنجار، والنجار يحتاج للخباز، وكل واحد يحتاج للثاني في حياة مدنية. هاي الكلمة لأفلاطون يقول: الإنسان مدني صحيح أو مدني، هذا كان صحيح، الإنسان مدني بالطبع، يحتاج للحياة المدنية مع الآخرين. النواة الأولى في الحياة المدنية للناس هي نواة الأسرة. هاي الأسر نظام من الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان قوة التفكير ينطيه قوة احتياج البشر إلى التسلسل، لأن إذا ما كان زواج بين الأفراد يقف، يعني الكرة الأرضية تخلو، بعد 100 سنة كل الناس ميتين راحين، أكثرهم ما أكو إنسان يمشي على الأرض. هنا تزيد القوة العاطفية تدفع قوة التفكير، بما أن البشر يحتاجون إلى بقاء، يحتاجون إلى تسلسل الحياة، إذا لابد هناك من العواطف عاملان. دققوا شوية، عامل الفكر الأقوى، عامل العاطفة الأقوى، لما يتزاوجان يصير إنسان يحمل كل المفاهيم الإنسانية. يعني إذا الإنسان كان يحمل فقط الفكر والتعقل ما عنده عواطف، هذا خاف من عنده.
هذا ممكن يصير وحش. إذا إنسان يحمل فقط العواطف بدون فكر وتعقل هذا أيضا خاف من عنده، هذا يصير فرد إنسان غبي، يصير فرد إنسان دائما تافه ما عنده عقل ما عنده فكر. ولكن هناك نواة العقل ونواة العاطفة، العقل الأكثر والعواطف الأكثر. الرجل يحمل قوة العقل الأكثر والفكر الأكثر مع شيء من العواطف خلقة من الله، والمرأة تحمل قوة العواطف الأكثر والشفقة الأكثر والمحبة الأكثر مع شيء من العقل. هذا لا تنقيص في حق المرأة ولا تنقيص في حق الرجل. الرجال عقل أكثر فكر أكثر عواطف أقل، يعني يفكر بالعقل قبل العواطف. الله سبحانه وتعالى لأجل أن يبقون هذا النسل هذا البشر يعيشون جعل في الأمهات في النساء في الأنثى العواطف الجياشة، الحب الأكثر، القلب الرحيم الأكثر، الرحمة الأكثر مع شيء من العقل، فعواطفها يغلب على الجانب الفكري. هذا مو تنقيص في حق المرأة ولا تنقيص في حق الرجل. هؤلاء يتزاوجان يصير المجتمع الإنساني، الولد الذي ينتج من هذه في هذه الأسرة، هذا الولد يأخذ جانب عقلي جانب فكري جانب تعقل أكثر حكمة من أبيه، ويأخذ العطف والرحمة والعواطف والإنسانية الأكثر من أمه. ربما أبوه أيضا يكون إنسان رحيم، ربما أمه أيضا تكون عالمة مفكرة عاقلة، ولكن على الطبع البشري أكثر الناس هكذا. طيب، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رحيم بعباده، ولولا هذه الرحمة لانقلبت الدنيا إلى جحيم، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وسبقت رحمته غضبه، بالرحمة الربانية الإلهية جعل محبة ومودة بين الفريقين، بين الذكور والإناث، بين الرجال والنساء. الرجل بدون مرأة ناقص، المرأة بدون رجال ناقصة. الرجل يكمل نقصه بوجود الزوجة، والزوجة تكمل نقصها بوجود الزوج. يصير الحياة الإنسانية، تصير الدنيا جنة، تصير الدنيا حياة مدنية. طيب، مع هاي المقدمة الوجيزة الآن عندي ثلاث فصول من البحث. الفصل الأول في مشروعية الزواج، الفصل الثاني في من يصير واسطة في مجال التزويج، الفصل الثالث أبحاث تروح على أخلاق الحياة الزوجية. الفصل الأول في مشروعية الزواج، أولا جميع الأمم وجميع المذاهب والمكاتب عندهم نوع من الزواج، كما يقول إمامنا وسيدنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لكل قوم نكاح، كل قوم عندهم كيفية من النكاح كيفية من الزواج. طيب، وهؤلاء أيضا يتبعون عواملهم ومذاهبهم، يعني القضية هنا شوية الدين يتدخل. احنا المسلمين عندنا طريقة خاصة في الزواج، المسيحيون لهم طريقة خاصة، اليهود عندهم طريقة خاصة، وهكذا كل الأديان والمذاهب البوذ عندهم طريقة خاصة. احنا بنجي نفتخر بديننا ولنا دلائل على أحقية ديننا وأحقية طريقتنا، عندنا طريقة خاصة في مسألة الزواج. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تزوج فقد أحرز نصف دينه، وفي الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله قال من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه، فليتق الله في النصف الآخر والثلث الآخر. طيب، هل قد مهم مسألة الزواج؟ أكثر أهل النار العزاب، إذا واحد يتمكن يتزوج. عجيب هاي الرواية، شاب اسمه عكاف أو عكاف، اسم باختلاف النقل، هذا عكاف شاب ثري أمكان، يعني عنده خير، تشرب بخدمة رسول الله. من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل يمن يجي شاب غريب، أول يسأل اسمه، إذا اسمه كان اسم مو جميل يغير اسمه إلى اسم حلو، اسم جميل، بعض الأسماء حقيقة مو جميلة. الآن رجال صاير عمرهم كبير
ممكن يغير اسمه. بعض الأسماء أسماء على كل ما تنقال صعبة، عرفت؟ ماكو داعي واحد يخلي اسم ابنه هسه أبوه اشتبه، خلي اسم ابنه مو زين. بإمكان الولد يغير اسمه إلى اسم جميل، شنو المال؟ شنو المال؟ إجاني واحد من الشباب في بلدة من البلاد، قلت له شنو اسمه؟ قال اسمي لفتة. قلت له تدري شنو معنى لفتة؟ قال لا. قلت اللفت يعني شلغم. زين، ليش يقولوا لك شلغم؟ من اليوم أنا أخلي اسمك حسين؟ قبل راسي قال رحم الله والديك، يا عمي أنا من اليوم اسمي حسين السيد، خلي اسمي حسين، وحسين أحسن من شلغم. يعني إذا أبوك بيشتبه بإمكانك تغير اسمك، هنا فد اسم جميل ما بيشي. الآن نمضي من هاي المرحلة، هنا أنا هو عندي محاضرة حول نمضي من هاي المرحلة. زين، أولا النبي كان يسأل اسمه، بعدين كان يسأل عن شغله، شنو شغلك؟ إذا كان شغله شغل مشروع، إذا كان يقول ما عندي شغل بطال، النبي كان يشجع على العمل. هنا عندنا روايات كثيرة وقصص كثيرة، أنا الآن أروح أدخل في خضم البحث، ما أريد أجي إلى الجوانب، وإلا كثير من الشباب كان يجون ما عنده شغل، رسول الله كان يعلم على الشغل، يروح يقدح يتعب من كد اليمين وعرق الجبين ويشجعهم على العمل. يعني إحنا ما عندنا في تاريخ الأنبياء ولا في تاريخ الأولياء ولا في تاريخ الرؤساء أن شخصية قبل إيد العامل، لا في تاريخ الإسلام رسول الله قبل يد سعد الأنصاري. سعد شاب فقير، شايفين بعض ذول العمال بعض ذول الفلح من كثر ما ياخذ بإيده يدة المسحاة، إيده يصير بيها مجل، يعني شوي يصير جلد بإيده مثل قوي يصير إيده. النبي شاف إيده بيها مجل لما صافح النبي، قال ما هذا؟ شنو هذا؟ قال يا رسول الله أثر المسحاة أكدح بها على أهلي. فأخذ رسول الله وقبل يده، الله الله، وقال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد حرمها الله على النار. هذا فخر للإنسان الذي يشتغل بإيده، أكو آثار العمل، إيده متقطعة، إيده متكسرة، إيده خشنة، لأنه يشتغل، هنيئا له. هذا إنها يد حرمها الله على النار، يد يقبلها رسول الله. طيب النبي كان يسأل من الشاب شغلك؟ إذا ما عنده شغل يشغله، إذا كان شغله شغل مثلا شغل محرم كذا كان يشجع على شغل آخر. بعد كان يسأل رسول الله أمتزوج؟ نص النكاح سنتي وسنة الله، سنة رسول الله سنة الله، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رجال أو نساء. لعن رسول الله المتبتلين من الرجال والمتبتلات من النساء. شنو معنى متبتل؟ يعني المنقطع، يعني يقول أنا أريد أعيش وحدي ما أريد مرة. خوش إنسان يروح ليالي الجمعة إلى كربلاء، يروح زيارة أمير المؤمنين، يروح للحاج، ينفق على الفقراء بدون دليل، ما أريد زوجة. هذا خلي يعرف رسول الله يلعن هؤلاء. والمتبتلات من النساء، أكو بعض البنات الله سبحانه وتعالى منطيها جمال، منطيها قوة، شابة، ما أريد رجال، ما أتزوج، واللي زوجت اشتافت خير، أريد أبقى بالبيت. هاي يقولون متبتلة، المنقطعة عن الزواج، هذه رسول الله يلعنها. أمتزوج عكاف تشرب بخدمة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أمتزوج؟ قال لا يا رسول الله. دقيق زين، أكو دليل؟ النبي قال له أنت سالم مريض؟ قال لا يا رسول الله سالم، جسم سالم. قال أمعسر أم موسر؟ أخاف فقير. قال بل موسر يا رسول الله. قال موسر غني ثري أنت؟ قال نعم. قال تزوج وإلا فأنت من إخوان النصارى. النصارى حرموا على نفسهم الزواج، وإلى الآن شوفوا هذول الكاثوليك وقعوا في مفاسد يستحي الإنسان يذكرها على المنبر. حقيقة أستحي أذكر على المنبر شنو دي يصير الآن في بعض الكنائس الكاثوليكية، لأن الراهب القس حرم على نفسه الزواج، والراهبة حرمت على نفسها الزواج، وكم كثر من أولاد الحرام فيما بينهم. قضية فطرية في الإنسان،
النبي قال له أنت راح تصير تلتحق باليهود بالنصارى، تزوج وإلا فأنت من إخوان النصارى، وكرر قال تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين. الشيطان يقول لك لا تتزوج، رسول الله يقول تزوجوا تناكحوا تناسلوا تكثروا، كثيرا جيبوا أولاد بشرط أن تقدر تربيهم إن شاء الله. فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط، هذا دين رسول الله. الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، مو مسلم. إذن المرحلة الأولى الفصل الأول من الحديث، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشجع على مسألة الزواج ويأمر الرجال والنساء أن يتزوجوا منه، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. الإمام الصادق عليه السلام يقول الأخلاق مع اليسار، أكو ولد خوش ولد متدين بس فلوس ما عنده لا تزوجه، أنا ما أقول، الإمام الصادق يقول ولد ما عنده فلوس، يسار فلوس عنده يقدر يشبع البنية يقدر ينطيها اللقمة يقدر يكد، زوجوه. فرد واحد بس يقعد للمسجد ويروح للحرم ولكن لقمة ما عنده، أبوي عايشه، هذا ما صار. يسار أخلاق دين، إذا عنده أهلا وسهلا زوجوه، وإلا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. روايات هنا كثيرة، الرواية المعروفة الذي الفريقان يذكرون الخاصة والعامة الشيعة والسنة، أن رسول الله قال إن الأبكار بمنزلة الثمر على الأشجار إذا لم تقتطف في وقتها أفسدتها الشمس. مضمون الرواية هاي الفواكه الجميلة على الأشجار لما تشوفها بوقتها إذا ما تقتطفها شيء يصير، تأكلها الشمس تسوس تدوت. إذا واحد عند بنية بنتك بكر هذه لازم تزوجها في أوانها، إذا أجى إنسان شريف متدين. طبعا هنا نخل يكون واضح مسائل شرعية مهمة الداخل، أمر البنت البكر بيد أبيها وأب الأب الجد الأبي فقط، العم الجد الأمي الخال الأخو الكبير الأخت الكبيرة الأم ما إلهم ولاية على البنت، يرضون أو ما يرضون الأب والجد الأبي. زين إذا واحدة ما عندها أبوه، أبوها متوفي وجدها متوفي ولاية بإيدها، هي عاقلة هي التي تختار، إذا ما رضت ما نقدر نجبر ابنية، يا ناس حرام إجبار ابنية على الزواج، إذا قالت أنا مو راضية ما يصير تجبرها تقول نعم، وإذا قالت نعم عن إجبار هذا العقد باطل، لازم هي تكون راضية هي تكون عاقلة. نعم هنا نوصي البنات أن تتزوج مع الرجل المتدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رضيت بزواج من رجل فاسق فهي ملعونة. هاي اللي ترضى بالزواج من إنسان تدري بدين ما عنده ولكن فلوس عنده مثلا تتزوج وياه، أو شخصية اجتماعية عنده تتزوج وياه. أنتوا الآباء أيضا مسؤولين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوج ابنته بشارب الخمر لعنتها ملائكة السماوات والأرض، لعنته ملائكة السماوات والأرض. من زوج ابنته بفاسق فقد قطع رحمها. روايات كثيرة أنه إذا الشخص حقق حول الزوج حق هذا الولد اللي تطيب بنتك، إذا نعوذ بالله شارب الخمر، إذا نعوذ بالله فاسق، إذا نعوذ بالله مو أهل دين مو أهل صلاة، خلي يجيب لها أحسن قصر وسيارة لا تضرب هذا الزواج، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن لازم يكون برضا البنت ورضا أب البنت وجد البنت إذا هي بكر. زين هنا في مجال الزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصينا على الأصل، الأصالة في الولد في البنات، إذا تكون امرأة حمقاء لا تتزوج الحمقاء، لأن الحليب اللي تطيل ابنك اللبن يسري. هاي أمثلة جانبية، وإلا عموما الشرط في الولد والبنت أن يكونا من أهل الدين والتقوى والأخلاق. هذا الجانب الأول من البحث.
إذن الإسلام يؤكد على مسألة الزواج ثواب عظيم إلى درجة لا حياء في الدين. هاي رواية معروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبه تذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام من حلاله، رجال قام من زوجته، من قام من حلاله وأراد أن يغتسل. شوف رواية عجيبة، كم رواية أكو، أنا ألخصهم في رواية واحدة. أولا، بسطت له ملائكة السماء 70,000 بساط من الرحمة، 70,000 بساط من الرحمة. هاي الرحمة الإلهية لمن تنزل؟ لهذا الولد المتدين، لهذه البنت المتدينة. وأعطاه الله بكل قطرة من ماء الغسل ثواب عبادة السنة. هل قد هذا الزواج مقدس في الإسلام؟ هل قد هذا الزواج مقدس في الإسلام؟ الملائكة تستغفر له. رواية صحيحة عن الإمام الصادق سلام الله عليه: يستجاب الدعاء. أكو كم مورد مضان استجابة الدعاء، منها ويستجاب الدعاء ليلة الزفاف. إذا شفت في الولد ليلة عرس عندك حاجة مهمة، لأن أكو ركعتين صلاة ليلة العرس مستحب، الولد والبنات اللي يتعلمون مثل صلاة الصبح تصلون ركعتين صلاة ليلة الزفاف مستحب، هذا بعدين يدعون. مستحب للولد والبنية ليلة الزفاف الدعاء، دعاء مستجاب بنص الإمام الصادق. لمن عندك حاجة مشكلة، لا سمح الله عندك واحد مرض مرض عضال، روح قل للعريس، قل له: ولدي هالليلة ليلة عرسك، رحم الله والدك، إن شاء الله مبروك عليك، لمن تصلي ركعتين صلاة الزفاف ادعي للمريض مالي كمثال. أو واحدة من الأخوات لا سمح الله الله عندها مشكلة، تقول للعروسة: لمن تصلين صلاة الزفاف ادعي لي، عندي فلان مشكلة. مستجاب هذا الدعاء، تفتح أبواب السماء. هاي مجموعة روايات أنا دا أجمعها، تفتح أبواب السماء عند الزفاف ليلة العرس، أبواب السماء تنفتح على العروسين والدعاء مستجاب. إذن الإسلام القسم الأول يأكد بالزواج المثالي، الزواج النظيف. ومن آياته، يعني الله سبحانه وتعالى من العجائب الذي خلقها في نظام الكون، هذا يحتاج إلى شهر رمضان كامل واحد يتكلم حوله، شلون جعل المحبة والمودة بين الرجال والنساء. بنية ما تعرف ولد، ولد ما يعرف بنية، مع عقد شرعي هؤلاء يصلون إلى مرحلة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أولا المرأة نفس الرجال والرجال نفس المرأة، مع بعض الخلافات الفسيولوجية اللي موجودة بين الطرفين، صحيح هذا ذكر هذه أنثى، ولكن هذا إنسان، هذه هم بشر إنسان، ما إلى حق واحد يعتل على الثاني، اثنين هم يحملون صفات إنسانية وكل الصفات الإنسانية والمحبة والمودة. وجعل بينكم، هنا الآية عجيبة، وجعل بينكم مودة ورحمة، صاير اختلاف عجيب يا للمفسرين. ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى يجعل بين الأزواج والزوجات المودة والرحمة، ولكن فريق من المفسرين يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ما يقول وجعل بين الأزواج، يقول وجعل ومن آياته أن خلق لكم، بعدين يقول وجعل بينكم، يعني بين البشر كل البشر مودة ورحمة، لأن نظام المجتمع المدني لولا المودة والرحمة لما قامت قائمة للمجتمع المدني أبدا. الناس دائما بينهم، مو فقط بين الأزواج، هذا المثال البارز المصداق البارز بين الزوجين، وإلا بين الأخ المؤمن والأخ المؤمن، بين الأخ والأخ، بين الأخ والأخت، بين الصديق والصديق، بين الجار والجار. الله جعل بينكم مودة ورحمة، المودة تكون من الطرفين، أنا أحبك أنت تحبني، هاي مودة. الرحمة درجة أعلى، يعني لما وصل واحد من الطرفين، أفرض الرجال صار ضعيف مريض في الفراش، هنا المرأة عدها جانب الرحمة، العواطف الجياشة، هنا تخدم زوجها بدون مقابل. إذا لا سمح الله المرأة صارت مريضة صارت ضعيفة، الرجال يخدمها بدون مقابل، هنا تجي مسألة الرحمة، يعني دور الرحمة يجي بعد دور المودة. الله سبحانه وتعالى يحب الرحمة حتى فيما بين أفراد المجتمع، دع عنك بين الزوجين، بين كل الناس.
الله يحب الرحمة، إن الله سبحانه وتعالى رحيم، رؤوف بعباده، ما يقول رؤوف بالمؤمنين، رؤوف بعباده. الله يحب كل الناس، أنت محاول تحب كل الناس، حاول أن تهدي الناس، حاول أن بقدر الإمكان تصير سبب هداية الناس. هذه أخلاق رسول الله، أخلاق الأئمة الطاهرين عليهم السلام. كان يجي الرجل يعتدي يسب الإمام، نعوذ بالله، يسب بوجهه الإمام عليه السلام باللسان الطيب، كان يحكي وياه ويهدي إلى طريق الحق، وكان يجي يصير من أهل الجنة. الإمام كان يشكر الله أنه الحمد لله ببركة لساني تمكنت أن أنجي إنسان أطلع من جهنم أدخل الجنة. هاي القضايا كثيرة بالإسلام. رجل كان يجي بوجه رسول الله يعتدي على النبي، ورسول الله كان يدعو لهم اللهم اهدي قومي فإنه لا يعلمون، ويهديهم، وبالفعل يا مناس رسول الله هداهم. الآن على السريع أذكر رجل كان يهودي، زيد ابن السعنة، هذا من أصحاب رسول الله بعدين صار يهودي، كان يطلب من النبي مبلغ من المال. إجا قاعد بالمسجد قال يا محمد الآن تعطيني فلوسي، فلوسي أريدها. النبي ما كان عنده، يعني ذيك اللحظة ما كان عنده فلوس. عمر بن الخطاب قال يا رسول الله خليني أدبه، هيك ما كانت عمر كان يصير بطل، خليني أدبه. النبي قال لا، خليك على حالك، أنت انصح الرجل بحسن الطلب وانصحني إلي بحسن الأداء. ليش يصيح على الناس؟ حقي يطلب فلوس يطلبني. زيد بن السعنة لما شاف هذا الموقف قال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أنا ردت أمتحنك، أنا أدري الأنبياء ما يغضبون، ردت أنا شوية أستفزك أشوف تغضب، شفتك ما تغضب يا رسول الله. صار مسلم وصار شهيد بين يدي رسول الله في غزوة تبوك. إذن ممكن بالأخلاق الطيبة زيد بن السعنة اليهودي من قعر جهنم أجر إلى أعلى عليين. هاي عمل رسول الله، هاي عمل الأنبياء، هاي عمل الأولياء، هذا عمل الصالحين. يا شباب مؤمنين مؤمنات، إذا شفتوا فرد واحد لا سمح الله على طريق جهنم، حاولوا بالأخلاق الحسنة باللسان الطيب تسحبوه تجيبوه إلى الجنة. وهذا لكم الشرف والفخر، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أنهي الفصل الأول من الحديث. الفصل الأول أن الإسلام يشجع على مسألة الزواج، وثواب عظيم في الإسلام، وهذا برتراند راسل الفيلسوف الغربي عنده نظرية حلوة، يقول رسول الإسلام جاء بدين عجيب، سد جميع الأبواب على المجتمع، أبواب الفساد، وفتح لهم كل أبواب الرحمة. بعدين هذاك في كتابه يقول واحدة من أفضل القوانين في الإسلام هو الزواج المنقطع، إنسان ما يتمكن يتزوج زواج دائم، رسول الله ما يقول روح إزني، مرة ما تقدر تتمكن تتزوج زواج دائم بأي دليل، رسول الله يفتح لهم الباب، يقول أكو أمامكم طريق زواج منقطع في حالات معينة. هسه هاي نظرية ذاك الرجل عنده، وأتصور هو الصحيح. الإسلام ما حاط مجال للعمل المحرم، طريق الحلال مفتوح للكل. هذا الزواج الذي يأكد عليه الإسلام، الله يقول هاي رحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. شلون يصير هذا القلب رحيم، قلب الرجل على المرأة وقلب المرأة على الرجل، اللي هذا يجيكم في الفصل الثالث من الحديث. أما الفصل الثاني، الفصل الثاني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وينهم أصحاب صنايع المعروف؟ وينهم الذي يجمعون بين راسيا بالحلال؟ يا عمي هنا عندنا أولا مجموعة روايات ثواب عظيم عظيم عظيم. الإمام السجاد عليه السلام يقول إذا أنت صرت سبب زواج إنسان، يعني أنت صرت سبب رجال حصل مره، الله سبحانه وتعالى يبعث في قبرك من يؤنسك بأجمل صورة إلى يوم القيامة. مو بلاش يروح عملك، اجمعوا بين الاثنين. يا ناس أكو واحد عنده خمس بنات سبع بنات أكثر أقل، ما يقدر يوقف بالشارع يقول يا ناس عندي بنات تزوجوا، يستحي شريف. أنت جارة، أنت عمة، أنت قرايبة، أنت ابن عمة. شوف شباب متدينون يقول أنا أقدر أصيركم واسطة، أنا أجو وياكم للمشاية، أخطبوا فلان ترى عنده منية، بنات مستورات شريفات ما يدرون الناس. أو بالعكس أكو ناس عندهم أولاد ما يعرفون من عنده منية شريفة محترمة، أنت صير واسطة خير.
نعم قل له، قل له عمي آني أو آني أقول لك فلان عند بنية، أخذ استخارة، إذا الاستخارة زيانة توكل على الله خلص. يعني صير السبب الجمع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جمع بين اثنين بالحلال. روايات متعددة أنا أذكر بعضا. أولا زوجه الله بألف من الحور العين. ثانيا من جمع بين اثنين بالحلال أو من شفع بين اثنين، هو نفس الشيء اللي جمع بين اثنين، هذا الله سبحانه وتعالى يكتب له بكل قدم ثواب عبارة السنة، ويبني له بكل كلمة مدينة في الجنة. إذا كان ثواب عبارة السنة صيام نهارها وقيام ليلها بالرواية، هل قد ثواب عظيم الذي يجمع اثنين بالحلال، الذي يصير واسطة خير. وهؤلاء من خيرة عباد الله الذي يصيرون سبب جمع الناس. أقول لك الناس يستحون حقيقة، إذا واحد عنده بنات يستحي يقول لك عمي أنا عندي بنية تعال خذها، وإن كان هذا العمل أيضا شريف. احنا عندنا بالقرآن شعيب عليه السلام عند بنية، لما شاف موسى بن عمران رجل متدين أمين شريف قوي شنو قال؟ قال إني أريد، أنا أريد أزوجك. شايفين بس ما عندنا مجتمعنا العراقي، ولكن تعلموا من أنبياء الله، إذا تشوف فد ولد محترم شريف يخاف من الله، إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين، عند اثنين بنات أنت انتخبياه اللي تريد. وين شايفين هيك مورد؟ وبتنبي هماد ما كان في الإنسان عادي، مو عيب. أكثر من هذا بس ممكن شوية كلامي يكون قاسي، ممكن البعض ما يتحمل، ولكن هذا الإسلام. يوم من الأيام رسول الله جالس في المسجد، أصحاب النبي كلهم رياجيل زلم قاعدين، جاءت بنية مرة شابة يم الباب، قالت يا سلام عليكم. عليكم السلام. الناس تعجبوا، مرة بين الرياجيل، أنتوا شايفين إحنا رياجيل قاعدين في ديوانية في مكان، مرة تدخل علينا؟ هاي المرأة قالت يا رسول الله إني امرأة بلغت مبلغ النساء، أحتاج إلى رجال. عفية مرأة، عفية مرأة، مرأة توقف تقول للنبي أحتاج رجال. أقول لك الآن في مجتمعنا أصلا هذا الشيء شبه مستحيل، أن بتحج فلان تجي توقف تقول يا رياجيل أنا أريد رجال، يحشون عليها. رسول الله ما قال لها تشبي اطلعي برا، استحي. شنو قال لها رسول؟ ما اسمكِ؟ ليسعون الصحابة يا عمي هذا دين، يا عمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اتعلموا من النبي. ما اسمك؟ قالت اسمي بركة. النبي التفت إلى أصحابه قال من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج بركة. شو واحد مثل هذا عندنا؟ شو واحد مثل هذا عندنا؟ ابنية اللي تقول يا رسول الله زوجني، ابنية اللي تجي تقول أنا أريد رجال متدين أريد أتزوج على سنة الله ورسوله ما أنحرف، هاي من أهل الجنة رسول الله يقول. ميت هاي القضايا في مجتمعنا، ميت هاي القضايا. عد في بعض المجتمعات بنت الجيران لو ضحكت ويا ابن الجيران أخوها المحترم يطلع المسدس يقتله، طايح الحظ درءا للعار. يا عار هذا، ابنية تحتاج رجال زوجوها. من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة رسول الله وقع فليتزوج بركة. قام فد واحد من الشباب يا رسول الله أنا أتزوجها. النبي التفت له شنو عندك؟ كل شيء ما عندي، فقير. النبي قال زين شنو تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة البقرة. قال البركة تطين الوكالة؟ قالت نعم. قال زوجتك بركة على أن تعلمها سورة البقرة. إذاك يوم قبلت ذلك قال أخذ مرتك روح خلاص هذا صار زواج. به 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 هذا هذا وين هاليوم وين؟ جيب المشاية وودي المشاية وخلي الليف شيل الليف والمهر شقيد وقصه مهر وروح وتعال يلا مجلس العقد وتعال أخذ صالة وليلة العرس ويكسرون ظهر الرجال من أول يوم يوقع بديون حتى يقدر يتزوج. هذا إذا دام الزواج بينهم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إجا الشاب قال يا رسول الله أنا كاسب، أنا باب الله أشتغل، كل شيء ما عندي، يوم اللي ما أشتغل ما عندي خبز، بس أشتغل عندي كد يمين، أريد أتزوج، ابنية فقيرة، هي الابنية راضية بي. النبي التفت له قال له زين شنو عندك؟ كل شيء ما عندي يا رسول الله. النبي شاف قطعة سيم، سيم تدرون شنو السيم؟ قطعة سيم، شال السيم النبي بإيده المباركة هيك دورها سواها مثل محبس مثل خاتم خلاه بإيده، قال ما شاء الله هذا محبس الزواج مالك على بركة الله ورسوله. قرى العقد راحه والولد صار بعدين فري، الله انطاهم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم، والله واسع كريم، الله سبحانه وتعالى ينطي. إذا عند الولد دين، إذا عنده أخلاق، إذا الولد شاغول على باب الله زوجوه، مو واحد يتخاعس يقعد ببيته ما يشتغل، لا هذا لا. ولكن الإنسان الذي على باب الله رايح، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، زوجوا الأولاد وزوجوا البنات، زوجوا الأكفاء من الأكفاء. قلت لك سألوا من الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله من هم الأكفاء؟ قال الأخلاق واليسار، هم يكون عنده أخلاق هم يكون عنده يسار، لو هسه عنده فلوس لو يشتغل يطلع فلوس هيك إنسان. إيه نعم زوجوه وأكثروا. هاي هنا كلام كثير عندي ولكن شو أسوي الوقت يفوتني، هذا الفصل الثاني. وأما الفصل الثالث، الفصل الثالث الأخلاق الزوجية شلون تكون؟ مجرد أن الرجال تزوج خلصت مسؤوليته، أو البنية تزوجت خلصت مسؤوليتهم؟ لا، هنا تجي مسؤوليات على الرجل والمرأة. أولا احترام الطرفين، لازم المرأة تحترم رجالها إلى أبعد الحدود. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كان السجود يجوز لغير الله لأمرت النساء أن يسجدن للرجال احتراما لهم. بس السجود ما يجوز لغير الله، حرام، المرأة لازم تحترم الرجال. الطرف الثاني أيضا الرجال لازم يحترم المرأة. لا تنسى يا رجل هاي شريكة حياة، ما جايب تخدامة بالبيت. نعم هي تخدم، يعني هي ترتب البيت، انت هم تخدم، انت متروح توفي اللقمة الحلال، هاي الخدمة من الطرفين مودة ورحمة. ولكن اذا صار اختلاف ما يلحق واحد يشيل ايده على الثاني، لا المرأة يلحق تضرب الرجال، لا الرجال يلحق يضرب المرأة. يا عمي حرام، يا ناس يا مسلمين حرام ضرب النساء، فكيف إذا مكان يزرقها ويضربها ويجرحها؟ لا إله إلا الله، هذول مو مسلمين، لو ما يفتهمون الإسلام، لو يفتهمون الإسلام يعاندون رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضرب زوجته أنا خصمه يوم القيامة. يعني هذا يصير خصم لرسول الله، يعني هذا حكم حكم أبي لهب وأبي جهل، أعداء رسول الله الرجال اللي شيء على مرته. رسول الله يقول أنا أب، أنا أب، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. أبوكم منو يا ناس؟ رسول الله. أبوكم منو يا نسوان؟ رسول الله. النبي يقول بناتكم بناتي. أنت لما تضرب لك مرأة مسلمة، يعني إذا تضرب بنت النبي ما لك حق، ما يجوز للرجال يضرب. يا عمي احنا كنا عندنا بنات، أنتم عندكم بنات، الله يستر عليهن، إيش قد تتعب حتى تربي لك بنية؟ بنية 16-18 سنة تتعب، شدت ورد تطيها بيد الأخ. أمير المؤمنين يقول المرأة ريحانة وردة، الوردة ما يحملوها ويعقمشوها، ليش تأخذها من شعرها تضربها؟ ملعون الوالدية، ليش تكسرها؟ ليش تزرقها؟ هاي شنو هاي؟ والله طولت لسانك، شنو أنت لسانك ما يطول؟ أنت لسانك لسان الأنبياء، ما إلنا حق ضرب النساء بأي صورة. روايات من رسول الله أنا أقرأ على المنبر، ما إلنا حق من كيف أحكي. قال رسول الله
من ضرب زوجته بدد الله لحمه وعظمه في نار جهنم. تضرب في اي حق تضرب؟ والالطف من هذا والاتعس من هذا ابو الولد يضرب الجنه. تعال انت يا عمو، انت منو انت حتى تضرب بنت الناس؟ شنو دورك انت؟ منو منطق الاذن؟ الاتعس من هذا ام الولد تضرب الجنه. لا اله الا الله، باي دليل شرعي؟ الاحترام واجب. ابني مو زين اطلقها، هذا من حقك. عندك اشكال عليها ما تقدر تعيش وياها، الاستاذ حاطك، بس ما لك حق الضرب. هنا انا خلي ابين مساله شرعيه. ان شاء الله الله يحفظ لكم بناتكم. انت يا اب اجوا يخطبون بنتك رجال، هو يوم يجيكم ما يقول راح اضربه واكسر راسها، ما يقول لك راح اجر شعرها. يجي اول يوم خادمكم ذليل حقير قاعد، كل ما يقول يسمع كلام صحيح. هذاك اليوم انت الابو مستسبع، هرقد المهر، تاخذ لها بيت، تاخذ لها شقه، شنو ينزل راسه. حاضر، بس اخذها اول اسبوع يقلب زين. شنو الضمان؟ فقهاء انا حاطين طريق. الطريق شنو؟ خلي ابين مساله شرعيه. اخواني احنا عندنا عقود يقولون العقود اللازمه، مثلا مثل عقد البيع. عقد البيع مو المعاطات. الان انت لما تروح يم العطار تنطي دينار تاخذ شخاطه، هذا معاطات، هذا مو بيع. البيع بصيغه تقول بعتك هذا السلعه بدينار، اذا كان يقول اشتريته، هذا يصير عقد. اذا صار عقد هذا لازم هذا العقد، ما يصير فسخ العقد الا بشروط. زين، اذا صار شرط من ضمن العقد هذا الشرط يصير واجب. امثل لكم مثال، قلنا مثلا في عقد البيع، اذا واحد قال انا ابيع لك، بعتك هذه العباءه بشرط ان تقرأ هالليل، تقوم تصلي صلاة الليل مثلا، انت ام قلت اشتريته قبلته، واجب شرع عليك هالليل تصلي صلاة الليل. ليش؟ لان هذا الشرط ضمن العقد اللازم. واضح المسألة؟ النكاح عقد شرعي لازم زين، لان بي كلمة انكحت قبلته. اذا البنت او ابو البنت خلوا شرط على الرجال يقول أنكحتك ابنتي بشرط أن إذا أسبوع غبت عنها مثلا، إذا ستة شهور غبت عنها مثلا مدة من الزمن، أو إذا ما أنطيتها مصرف تكون وكيلة في تطليق نفسها. أنت الرجال لو لا تقول قبلته، ولا ما أريد، ما أقبل هذا الشرط. وإلا إذا قلت قبلت ذلك هذا صار في ذمتك. إذن إذا انتهى المدة اللي اشترطوه عليك، مثلا قلنا ست شهور، إذا ست شهور سافرت وما أنطيتها مهر، عفوا ما أنطيتها مصرف، يكون البنية هي إلها حق طلاق نفسها. أنت الرجال بعد ما إلك دور، ما يحتاجون إذنك، هي تقدر تروح مقام الشاهدين عادلين يقول أنا طالق، طلق نفسه خلاص والطلاق صحيح. يجوز لأبو البنية أو البنية يخلون شرط، مثلا أزوجك بنتي بشرط أن لا تضربها. يقول ما أضربها، ما أضربها هذا كلام، انطيني ضمان. الضمان تقول بشرط أن إذا ضربت بنتي يكون إلها حق تطليق نفسها، مثلا إذا ضربت بنتي يكون إلها حق تأخذ منك 100,000 دينار مثلا. شرط. أنت الرجال مقلت قبلت ذلك خلاص، بس تشيل إيدك تضرب بنت الناس يكون إلها وكالة الطلاق، ما إلك حق تضرب. هل قد القضية مهمة؟ مسألة الأخلاق. هنا أنا أجي في الجانب الإيجابي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان طيب الأخلاق مع أهله وجبت له الجنة، يدخل الجنة بغير حساب. إيش قد حلوة الرواية. إذا رجال وجهه مبتسم أخلاق عند بيته خلاص يدخل الجنة بغير حساب. أيضا بالعكس، إذا مرأة عندها أخلاق بيتها ما تغضب طيبة مع زوجها وعيالها تدخل الجنة بغير حساب.
هاي جانب. الجانب السلبي وين؟ قال رسول الله: سوء الخلق مفسد للعمل كما يفسد الطين العسل. أغلى عسل بالعالم جيبه، جيب شوية طين وخلطه وياه، فاسد، ما حد ما يشتريه ولا واحد يأكله، ما إلى قيمة. أنت إذا عندك أحسن الأعمال الصالحة، هاي عسل، اجيت ببيتك أسأت الخلق مع زوجتك وأطفالك، هذا طين خلطت ويا العسل، يوم القيامة تدخل جهنم بدون أي تعارف، بدون أي مجامل. ما يلحق الرجال يسيء الخلق مع الزوجة والأطفال في البيت. هاي المرأة محاصرها في أربع حيطان، تشتغل تتعب، أنت صحيح برا رايح تشتغل تتعب، ولكن أنت فضائك مفتوح أكثر منها، لا تجي تفرق العقدة والمشكلة اللي عندك على مرتك المظلومة. لا تنسون إخواني، إحنا كنا عندنا بنات وكنا عندنا ولد، مثل ما أحب ابني يحصل شنة زينة، أحب أيضا بنتي تحصل زوج متدين شريف. ما يجوز للرجال الضرب، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز يا ناس، حرام. لا إله إلا الله، قضايا عجيبة وغريبة واحد يسمع بالمجتمع. إذن الإسلام يأكد على مسألة الخلق الطيب. مع الأسف وقت انقضى في هذا المجال، عندنا سلسلة من الروايات والقصص والحكايات التي تؤيد مسألة الأخلاق الصالحة العالية في البيت. رواية واحدة أقرأ، هاي من الرياجيل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أيما رجل خدم عياله في البيت، إن شاء الله كلكم من هذا النمط، تروح بالبيت تشوف الغرفة وسخة، أنت أكنس، مو عيب. علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكنس البيت. تروح بالبيت تشوف زوجتك مثلا دا ترضع الجغال أو تطبخ أو كذا، الآن الملابس وسخة أو غاسل الملابس ما عندها مجال تشرم على الحبل، أنت شرم على الحبل، هذا خدمة العيال. كان علي بن أبي طالب عليه السلام في البيت ينقي العدس، مو عيب، واحد بيته. أيما رجل خدم عياله في البيت، احسبوا وياي صفحة من الفضائل والمناقب، المصدر بعطيكم إياه، وصايا الرسول لزوج البتول، واحد من أكبر علمائنا سماحة آية الله السيد علي الصدر الله يحفظه كاتب هذا الكتاب، كتاب عظيم ضخم وفي روايات صحيحة في هذا المجال. هسه اسمعوا هاي الرواية، هناك المصدر: أيما رجل خدم عياله، أولا كتب الله له عبادة 1000 سنة. يا رياجيل، هذا الأجر العظيم، كتب الله له ثواب 1000 تشييع جنازة، كتب الله له ثواب عيادة 1000 مريض، كتب الله له بكل شعرة على جسده ثواب عبادة سنة، ثواب ثواب ثواب. الآن يفوتني يعني صفحة كاملة من الأجر العظيم للرجل الذي يخدم زوجته في البيت. بس احنا نقول عمي ما تخدمها، لا تخدمها بعد، لا تشيل ايدك تضرب تطرد. خابروني قالوا شهر رمضان في الرجال بغل حار بغل بلبلة بالدنيا، طارد مرتي، ولك انت غيرة عندك يا غيرة سز يا عديم الغيرة، تطرد بنية من بيتها، ما اخذ اطفالها ويطردها، وين تروح؟ خلي شوية نفكر. ولذلك رسول القرآن العظيم شو يقول؟ هاي الكلمة الأخيرة وخلصت، يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الإنسان الذي يفكر، قلنا قوة الفكر يحتاج إلى قوة الرحمة والعاطفة، إذا تلاقيا الحياة تصير طيبة. وهذا الذي نشوفه في أخلاق أولياء الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند عم النبي ولد يتيما صلى الله عليه وآله وسلم،
نزل جبرائيل قال يا محمد إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك أني حرمت النار على صلب أنزلك أبوك في الجنة وعلى رحم حملك وعلى حجر كفلك. من الذي كفل؟ رسول الله سيدنا ومولانا أبو طالب. أبو طالب أب 12 إمام، 12 إمام إلى يوم القيامة من صلب أبي طالب. أبو طالب له الشرف، جميع شهداء كربلاء من آل بيت رسول الله من نسل أبي طالب، ما عندنا ولا واحد من ذرية غير أبي طالب، كلهم من نسل أبي طالب بني هاشم عليه السلام في كربلاء. فكر هذا العظيم حكمه حكم مؤمن آل فرعون، هو مؤمن قريش، أخفى إيمانه حتى يتمكن أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أول العمر، من أول ما رسول الله أعلن الدعوة، أبو طالب ظل ظهرا قويا لرسول الله إلى آخر لحظة من حياته، أوصى أولاده باتباع رسول الله، ولكن أقلام أموية حاقدة نواصب كتبوا على هذا العظيم أنه في ضحضاح في نار جهنم يغلب أخوه. ملاعين أبو طالب. أبو طالب الإمام الصادق عليه السلام قال لأبي بصير، قال أبو بصير قال يا ابن رسول الله بعض الناس يقولون جدك أبو طالب في ضحضاح من النار، قال والله لو وضع إيمان أبي طالب في كفة من الميزان ووضع إيمان هذا الخلق في كفة من الميزان لرجح إيمان أبي طالب. أبو طالب أمير المؤمنين عليه السلام كل سنة كان يبعث من يحج نيابة عن أبيه، وأوصى بعد وفاته أيضا، قال واحد يروح كل سنة للحج نيابة عن أبي. إن شاء الله إذا الله وفقكم للحج والعمرة لما تأخذون هذا الشارع المعروف بشارع المعابد، اسمه إذا مغير الاسم، توصلون إلى مقبرة المعلى قريب من جسر الحجون، هناك ثلاثة قبور مقدسة. أولا قبر سيدنا ومولانا عبد المطلب جد رسول الله سلام الله عليه، ثانيا قبر سيدنا ومولانا أبي طالب مؤمن قريش سلام الله عليه، وثالثا روضة سيدتنا ومولاتنا أم المؤمنين أم الأئمة النجباء الأحد عشر سيدتنا ومولانا خديجة الكبرى سلام الله عليها، الذي إن شاء الله ليلة الخميس القادم ليلة العاشر من رمضان عندنا مراسم عظيمة في هذا المكان إحياء وتخليدا لذكراها سلام الله عليها. أبو طالب واحد من أصحاب الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أجي قال يا ابن رسول الله أكو شخص أنا أطلب فلوس، وهذا كل سند ما عندي عليه، كل مدرك ما عندي عليه، وممكن هذا الرجل ينكر في مكة. الإمام الصادق عليه السلام التفت له قال له روح إلى مقبرة المعلى وطف حول قبر جدي عبد المطلب وصلي له ركعتين، ثم طف حول قبر أبي طالب وصلي له ركعتين واسأل من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمرك. الرجل يقول أنا سويته، رحت هناك حول قبر عبد المطلب سلام الله عليه وأبي طالب سلام الله عليه، زرت هناك السلام عليك أيها العبد الصالح، وقرأت لهم الفاتحة، طفت حول قبرهم وصليت لكل واحد ركعتين. يقول جيت إلى المسجد الحرام، طلعت بعد الطواف من باب المسجد شفت الغريب مالي واقف عند الباب، قال لي تعال خذ فلوسك، انت وينك ادور عليك فلوسك جاهز، هذا من اللي خلى بقلبه ينطي، منو قضى حاجته؟ ببركة أبي طالب سلام الله عليه. أبو طالب مقام عظيم في الإسلام. هذا الرجل الذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع نبأ وفاته قال يا علي اذهب غسل والدك حنطه كفنه وجهزه وأخبرني. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء بكل احترام. أبو طالب عليه السلام على رواية عمر الشريف يوم وفاته 86 سنة، على رواية 90 سنة سلام الله عليه، سيد البطحاء. الإمام علي عليه السلام غسله وكفله على طريقة الإسلام،
نعم وحنطه. ولما جهزوا السرير أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي لما جاء ونظر إلى نعش عمه أبي طالب دمعت عينه وقال يا عم لقد أحسنت الكفالة، جزاك الله خير الجزاء. رسول الله دعا لأبي طالب وأخذوه بكل احترام في مثل هذا اليوم، ودموع أمير المؤمنين عليه السلام من خلفه، وأخذوه إلى مقبرة المعلى ودفن هناك إلى جنات النعيم. ما أدري في مثل هذه الليلة حسب الظاهر هاي عادة بالبشر كانت من القديم ليلة الوحشة. أبو طالب عليه السلام عنده بنات باكيات هذه الليلة من فراق الأب، ولكن عندهم إخوان كعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، كجعفر الطيار سلام الله عليه، هذول الإخوة أطراف خواتهم يسكتوهن، وهاي العادة موجودة. احنا دائما لما نذكر هاي القضايا نذكر ماذا جرى في كربلاء على بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الحادي عشر من المحرم، حينما فقدنا الأعزاء وفقدنا الإخوة والآباء، بقينا في وادي كربلاء ولكن في خيام محروقة، أطفال ضائعين. هذه الواقعة أتصور في تاريخ البشر بعد ما تكررت. حينما رأى الإمام زين العابدين عمته غائبة جاء يبحث عن غارها في ظلام الليل تصلي صلاة نافلة الليل من جلوس، إن كثرة المصائب أثقلت على ظهرها، ما تركت صلاة الليل ولكن صلتها من جلوس. هذه حالة زينب وهذه حالة بنات رسول الله ليلة الحادي عشر من المحرم، كدني بها خويا ليل 11 والله شمسية، بقينا حرام بالغاية يا 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 ضرية كلمة عدو صعبة علي، تدرون بيا هايا يا 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 شمية ها صبحت وشمول الهواشم حالي وقوم ومسيت مالقنا يا عود ستر بالجفوف، ما شوف غير اطفال تصارخ من الخوف، وين المعزة ويا يا نزهر الذيج الأيام، أنا بنت من أنا أخت من أنا من أنا يا لو أنصف الدهر الذي عادنا لي إخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النزيل وامنع الجيران، واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم لها يا ميدانا،
واليوم أسأل عنهم السمر التي كانت رؤوسهم لها تيجانا. يا ألقت رد الصبر وانهارت على جسم الحسين كطود خر منغدم. يا الله، الإمام الصادق عليه السلام يعرف جده أبا طالب باب الحوائج. إلهي بحق أبي طالب أبي الأئمة الطاهرين الاثني عشر، ارفعوا أيديكم نحو السماء تضرعوا إلى الله ليالي رمضان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم ارحم هذه الأصوات يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم نقسم عليك بحق سيدنا ومولانا أبي طالب وأبنائه الطيبين الطاهرين عاش مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله لحظات استجابة الدعاء. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر شبابنا المؤمنين على داعش والتكفيرين. يا الله اللهم اشفي مرضانا والمجروحين، اللهم فك قيد كل أسير، آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، واحشرنا مع أنصار الحسين. أذكر أعزائي إخواني صلاة هذه الليلة سهلة، ركعتين في ثلاث دقائق، كل ركعة بعد الحمد عشر مرات قل هو الله أحد، بعد السلام على قعدتكم ألف مرة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هاي الألف مرة سبحان الله هم تأخذ عشر دقائق فقط، ثواب جدا عظيم، تفتح لكم أبواب الجنة إن شاء الله. اللهم ابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع، نهدي للجميع وللشهداء ثواب الفاتحة مع الصلوات.